لنستعد من أجل فهم أفضل للعالم من حولنا، لنواكب المستجدات المستمرة في كل المجالات، لنناقش مستقبل التعليم والبحث العلمي والتربية والعلوم والثقافة، لنتعرف على آليات التطوير وتحديات التطبيق، ونكون دائما رواد التغيير. نجتمع في مصر لرؤية المستقبل، المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي النسخة الثانية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، من 8 إلى 10 ديسمبر بفندق سانت ريجيس الماسة العاصمة الإدارية الجديدة. سجل الآن.